سلام سلام يا احلى اصحاب، ورجعنا بفيديو جديد. وفيديو النهارده هيكون ازاي تغير باسورد شبكه الواي فاي، وازاي تغير اسم الشبكه، وازاي تحمي الشبكه بتاعتك من الهاكر. كل ده هيكون عن طريق الموبايل او عن طريق اللابتوب او الكمبيوتر، وبطريقه سهله وبسيطه. فتابع الفيديو للنهايه لان الفيديو مهم جدا. وقبل نبدا الفيديو بتمنى تدعموا الفيديو بلايك وتشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس وتشير الفيديو في كل مكان مع اصحابكم على الفيس والواتساب. عايزين نوصل ل 500,000 مشترك باسرع وقت. وكالعاده قبل نبدا الفيديو بشكر الناس الجميله دي على تعليقاتها اللي تجنن، من فلاش احمد وفارس درويش وياسا وديع واخيرا ياسر جيمر وعلاء سعيد ومستر ام. ونبدا بشرح الفيديو لطريقه تغيير الباسورد واسم الشبكه وازاي تحميها من الهاكر. والشرح اللي هنستخدمه هينفع للكمبيوتر او الموبايل او اللابتوب. فاول حاجه نحتاج نعملها ان احنا نتصل بالشبكه اللي عايزين نغير باسوردها ونحميها. وبعد ما بنتصل بيها وندخل على اي متصفح عندك، وليكن اليو سي او جوجل كروم او اي متصفح عندك على الهاتف او الكمبيوتر او اللابتوب، وليكن اليو سي. وبعدين ندخل على اللينك ده يا شباب، او نكتب 192.168.1.1 ونضغط جو. هينقلنا على الصفحه دي، هيطلب منك معلومات الراوتر او جهاز الواي فاي بتاعك، والمعلومات دي هتلاقيها في ظهر الراوتر. هتلاقي مكتوب الموقع ده في ظهر الراوتر ومعلومات الادمن اللي هي اليوزر نيم والباسورد. كل عليك انك هتنقلهم ويكتبهم هنا. ولو ما لقيتش معلومات في ظهر الراوتر، كل عليك انك بتكتب ادمن مع ملاحظه يا شباب اللي كل حاجه تبقى سمول، مفيش اي حروف كابيتال. فبالتالي انا مديني بيانات ومعلومات في ظهر الراوتر، فمش هحتاج ان اكتب ادمن، هكتب البيانات اللي هو مدهاني. بعد ما بكتب البيانات بضغط على لوج ان بالشكل ده، فهتفتح معنا الواجهه دي. وبتختلف من راوتر لراوتر اذا كان الواي فاي بتاعك تي بلينك او تي داتا او سعودي او كويتي. طب لو الواجهه دي متغيره هتعمل ايه؟ هتدور على كلمه WALN في الواجهه بتاعتك او سكيورتي، وبمجرد ما بتضغط عليهم بيفتح لك بيانات الراوتر بتاعتك. بتقدر تغيرها بطريقه سهله وبسيطه. فلو الواجهه بتاعتك متغيره اكتب لي نوع الراوتر بتاعك في كومنت او تعليق، وانا هبعت لك فيديو في التعليق بتاعك بيشرح ازاي تغير الباسورد للراوتر الخاص بيك. فكل علينا ان احنا بندور في الواجهه دي على كلمه بيزك، وبعدين بنختار ثالث خيار اللي هو WLAN، فبيديني معلومات الراوتر بتاعي، اسم الشبكه شباب اللي هو 3G اللي هو ده، تقدر تغيره من هنا وتمسح الاسم القديم وتكتب الاسم اللي انت عايزه وليكن عادل. وبعدين بنضغط على خيار سبميت، فبالتالي اسم الشبكه بيتغير. لو انت عايز تغير الباسورد بتاعك كل عليك بتنزل تحت، هتلاقي هنا رقم موجود جنب كلمه WPE بري شيرد كي، هيظهر الباسورد جنب الكلمه دي يا اما مشفر او واضح على حسب نوع الراوتر بتاعك. بتمسح الباسورد القديم وتكتب الباسورد اللي انت عايزه وليكن الباسورد ده. بعد ما بتخلص بنضغط على كلمه سبميت، فبالتالي بعد ما بنضغط على كلمه سبميت الواي فاي بيتعاد تشغيله من جديد، وبتلاقي اسم الشبكه اتغير هو والباسورد. دلوقتي الثغره اللي بيستخدموها الهاكر عشان يخترقوا الشبكه بتاعتك ويعرفوا الباسورد بتاعها هي ثغره الوي بي اس. ازاي نقفل الثغره دي؟ كلنا بننزل تحت هنلاقي كلمه اسمها دبليو بي اس ومعمول هنا علامه صح، بنشيلها وبعدين بنضغط على خيار سبميت، فبالتالي الراوتر بيتعاد تشغيله من جديد وبيبقى محمي محدش يقدر يخترقه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى الفيديو ينال اعجابك. ما تنسوش تدعمنا بزر لايك واشترك في القناه، ولو انت اول مره تتابعني ادخل القناه بنزل فيديوهات جميله جدا، واشوفكم في فيديو جاي. والسلام عليكم.